السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. معاكم استاذه جهاد محمد صلاح، المدير الفني لمركز انسان. كنت حابه اعرفكم بالمركز والخدمات اللي بيقدمها. كنا هنتكلم النهارده ان احنا بنتعامل مع كل الاطفال، مشاكل كل الاطفال ومشاكل المراهقين كمان. يعني مثلا بنشتغل على السلوكيات المختلفه، سواء عند او كذب او تبول اللا ارادي او العض، جميع بقى السلوكيات. بنشتغل كمان على اطفال فرط الحركه وتشتت الانتباه، وكمان بنأهل المشكلات النفسيه لاي طفل او مراهق. كمان بنشتغل على الاطفال اللي عندها مشاكل في الكلام، سواء تاخر اللغه او الطفل اللي عنده لدغه، او الاطفال بعد عمليات زرع القوقعه او ضعف السمع. كمان بنشتغل على الاطفال اللي عندها مشاكل في التلعثم او بالتهته او كده. كمان بنشتغل على الأطفال اللي عندها تأخر عقلي، وأطفال صعوبات التعلم أو التأخر الدراسي أو بطيء التعلم. واحتفالا بمرور 4 سنوات على افتتاح المركز، كنا حابين إن احنا نتواصل معاكم كل خميس. كل خميس أي أم أو أي ولي أمر هيعرض مشكلته على المركز، سواء عن طريق الصفحة أو عن طريق رقم التليفون أو عن طريق إن هو ينورنا هنا في المركز. وطبعا حضراتكم عارفين إن المركز ليه فرعين، الفرع الرئيسي هنا في محافظة الفيوم نفسها، والفرع الثاني في مترطارس مركز سندورس. اللي حابب اللي من هناك يشرفنا هناك، واللي من هنا من الفيوم يشرفنا في المركز. كنت كمان حابة أكلمكم أكتر عن الخدمات اللي المركز ممكن يكون بيقدمها عن طريق أي أم بتعرض عليا مشكلة. زي مثلا أم بتقول لي أنا ابني عنده 2 سنة و10 شهور ما بيتكلمش، طب أعمل معاه إيه؟ إحنا هنشتغل بطريقة خطوات ثابتة وبرنامج أنت هتمشي عليه في البيت. الموضوع ده هيبقى كل خميس، يعني هنبدأ إن شاء الله من الخميس الجاي بإذن الله. هتتواصلي معانا وهتقولي لنا إيه المشكلة اللي بتعوقك مع ابنك، وإحنا إن شاء الله بإذن الله هنتعامل معاها. تشرفوني في أي وقت بأي استفسار، ومنتظر